للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، مبادرة رئاسية جديدة، بداية لبناء الإنسان، كيف ترى المحاور العدة التي تعمل عليها هذه المبادرة لبناء الإنسان المصري؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بداية هي مشروع قومي لبناء الإنسان المصري، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع خطاب التنصيب أمام البرلمان المصري وجه بأن تكون هذه المرحلة مرحلة بناء الإنسان المصري، وأيضا تحدث أن ركائز هذا البناء سوف تكون أيضا التعليم والصحة في تلك المرحلة، وبالتالي جاءت أيضا مبادرة بداية لتحقق هذا الهدف مع أيضا التكامل مع كافة الجهود الأخرى، سواء طبعا وجود الآن حقائب وزارية تحت مظلة يعني التنمية البشرية، وهنا نتحدث عن نائب رئيس وزراء مختص بهذا الأمر، وأيضا نتحدث عن طبعا استراتيجية مصر 2030 أيضا التي بها محاور في هذا الإطار والمبادرات الأخرى التي تتكامل مع هذا الأمر، ولكن أيضا بداية هي نقطة تلاقي لكل هذه الأهداف، لنجد اهتمام بتقديم الخدمات الطبية، بتعزيز الخدمات الأسرية، بتعزيز أيضا الخدمات التعليمية وتطويرها. هناك أيضا مبادرات فرعية بيتم ايضا اطلاقها من داخل مظله هذه المبادره العملاقه، زي ما بنشوف الان مبادره بدايه ذهبيه التي تهتم بالاطفال حديثي الولاده والتدريب والتاهيل للاسر قبل استقبال الاطفال وغيرها من الامور. اذا نحن نتحدث عن مبادره عملاقه لبناء الانسان المصري بتتضافر فيها جهود عدد كبير جدا من الوزارات، سواء وزاره الصحه، التعليم، وزاره الشباب والرياضه، التضامن الاجتماعي وغيرهم من وزارات، وهذا ايضا يتقاطع معه ايضا عمل المجتمع المدني. ورأينا اليوم حديث رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حينما تحدث عن المجتمع المدني ودوره في هذا الأمر، وأيضا بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن بناء الإنسان في طبعا احتفال المولد النبوي الشريف، وتحدث أن الجميع مدعو للعمل في بناء الإنسان المصري، وهنا الدعوة موجهة لكافة مؤسسات الدولة المصرية، سواء طبعا المجتمع المدني، القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية، وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة جديدة في التنمية المصرية وفي بناء الإنسان المصري تشهدها الجمهورية الجديدة. نعم. عندما تتكامل كل هذه الجهود والجهات بالشراكات المختلفة التي تتحدث عن بناء الإنسان المصري، كيف نرى المستقبل؟ كيف نرى الجمهورية الجديدة؟ وماذا عن رادف الاقتصاد الذي أضيف لبناء الإنسان المصري؟ يمكن الجمهورية الجديدة هدفها الرئيسي هو بناء الإنسان المصري، وما تحقق خلال العشر سنوات الماضية كان استعدادا لهذه المرحلة. يعني لم يكن لدينا الرفاهية الآن نتحدث عن بناء إنسان مصري لولا أننا استطعنا خلال العشر سنوات الماضية أن ننجز تنمية وبنية تحتية وشبكات الطرق والكهرباء ومبادرة حياة كريمة والتخلص من فيروس سي وغيرها من أمور كثيرة جدا كانت على الدولة أن تحققها، هذا بالإضافة لتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب وغيرها من الامور. ثم اتجهنا هنا الى مرحله جديده في الذهاب الى الجمهوريه الجديده، وهي الارتكاز على كل ما تحقق من مكتسبات خلال العشر سنوات الماضيه، وبناء انسان على هذه المرتكزات يستطيع ان يقف ويصمد وايضا يواجه التحديات التي تواجه الدوله، لاننا نتحدث ايضا عن تحديات مستجده تحتاج الى بناء انسان قوي يستطيع من خلال التعليم والصحه وبناء الشخصيه المصريه وتعزيز الوعي الجمعي وبناء الشخصيه من حيث ايضا الثقافه وتعزيز الهوية، كلها أمور بتمكن المواطن المصري الآن للتصدي لهذه الأمور. هذا بجانب أيضا الشق الاقتصادي اللي حضرتك أشرت إليه، لأن هذا أيضا مهم للغاية. حينما يكون الآن هناك بناء إنسان مصري قوي، لديه وعي، لديه شخصية قوية، لديه هوية وطنية يستطيع الحفاظ عليها، لديه صحة، لديه تعليم، بالتأكيد أنه سوف يكون هنا إضافة قوية للاقتصاد المصري، ومن ثم أيضا هنا بشكل غير مباشر أيضا بناء الإنسان بيساهم بشكل فعال في أيضا دعم الاقتصاد الوطني ودعم قدرة المواطن على العطاء لوطنه. أستاذ جمال، ماذا عن آليات التطبيق لمبادرة بناء الإنسان المصري؟ بداية جديدة إذن. هنا نتحدث في الحقيقة عن خبرات سابقة، هنا الدولة تستغلها مجددا في تنفيذ هذه المبادرة العملاقة، نحن لم نبدأ من نقطة الصفر، بل إننا لدينا خبرات تم تحقيقها في مبادرة حياة كريمة، في مبادرات الرئاسية الصحية التي حققت نجاحات كبيرة جدا، وفي غيرها من مبادرات، وأيضا التحالف الوطني لدي أيضا خبرات كبيرة جدا، إذا كل هذه الخبرات الآن تتضافر من أجل إنجاح هذه المبادرة، لدينا قاعدة بيانات تشمل كافة أرجاء الجمهورية للوصول إلى الفئات المستهدفة، هناك الآن خطط عمل ضمن هذه
ما بين وزارة التعليم والصحة والشباب الرياضة والتضامن وغيرهم من وزارات، أيضا لإعداد برامج وإعداد مبادرات فرعية زي مثلا مبادرة بداية ذهبية التي تم إطلاقها منذ أيام قليلة لرعاية الأطفال حديثي الولادة مثلا. وبالتالي سوف نجد خلال الفترة القادمة عدد كبير من المبادرات أيضا الفرعية التي ربما تتفرع وتنطلق من هذه المبادرة الأم. وبالتالي أنا أعتقد أن البناء على ما تم واستغلال قواعد البيانات التي تم الإعداد لها خلال العشر سنوات الماضية والاستفادة من الخبرات التي يعني استطاعت الدولة المصرية أن تحصدها من المبادرات الكبرى التي أطلقتها خلال العشر سنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى طبعا الخطط التي تم وضعها في الوقت الراهن كلها مقومات نجاح تؤهل هذه المبادرة لتحقق الأهداف بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف.